مساء الخير عليكم ويسعد لي مساكم مشاهدينا وين ما كنتم، تحية موصولة للجميع ولكل من يتابعنا في هذه الشاشة من تلفزيون دولة الكويت ببرنامجكم الرياضي اليومي قانون اللعبة. الكل عارف شنو التفاصيل هذا البرنامج، إننا نغطي كل الرياضات ونسولف عن أبرز القوانين اللي فيها، ولكن في حلقتنا اليوم راح نسولف عن رياضة نوعا ما احنا نقول جديدة مستحدثة في الكويت بشكل رسمي، ولو انها قديمة جدا جدا جدا، هي من الستينات موجودة، لكن بنسولف اليوم في هذه الرياضة وهي رياضة لعبة الكريكت إداريا. تفاصيل الحلقة ان شاء الله راح يكون مع ضيفنا العزيز، ولكن عقب ما نتعرف على سيرته الذاتية ورادي. خلونا نرحب بالكابتن وطبعا الرياضي المعتق القديم الكابتن حيدر عباس فرمن، رئيس النادي الكويتي للعبة الكريكت. حياك الله كابتن حيدر. الله يحييك. شكرا. يطول لي عمرك. وعبد الرحمن مشكورين انتم على الاستضافة في مكانكم وفي ملعبكم وعلى قولتهم ميدانكم. الله يسلمك. حياكم الله. الله يحييك. ابي اسولف عن حيدر فرمن اللاعب والاداري بخبرته السابقة ميدانيا، سواء كان داخل لعبة كرة الماي، السباحة، وصولا إلى الجانب الإداري تبارك الرحمن في كل المجالات اللي أنت خذتها، وصولا إلى اليوم في كونك رئيس النادي الكويتي للعبة الكريكت. هذه الخبرة السابقة اليوم أنت أكيد تصبها في هذا المكان المميز في هذه اللعبة. هل أبو عبد الرحمن حيدر فرمن قاعدين تقدمون لنا وجبة جميلة إداريا في لعبة الكريكت تحت اسم دولة الكويت؟ طبعا أول شيء أنا شاكر لكم وجودكم واستضافتكم لنا في هذا البرنامج الجميل لشرح الوضع اللي احنا موجودين عليه، سواء يعني بداية اللعبة في الكويت أو الوقت الحالي اللي وصلنا له. نعم. طبعا هي انت مثل ما انت عارف ومثل ما ذكرت، لعبه الكريكت ليست لعبه شعبيه كويتيه. صحيح. ولكن هي لعبه شعبيه موجوده في معظم دول جنوب اسيا، والان انتقلت الى دول اخرى في العالم. صح. واصبحت لعبه اولمبيه، وسوف تكون من ضمن البرنامج الاولمبي في دوره الالعاب الاولمبيه في لوس انجلوس. جميل. طبعا هي المساله مساله انتقال، ليس محض الصدفه، ولكن ان اللعبه وصلت الى مستويات جدا عاليه ومستويات تنافسيه وجاذبه بشكل كبير جدا، وخصوصا للنقل التلفزيوني. جميل. احنا في الكويت مثل ما ذكرت سابقا ان اللعبه قديمه من الستينات، صحيح، وكانت تمارس في شركه نفط الكويت، وبعد ذلك انتقلت إلى المناطق السكنية كون الجالية الآسيوية. حلو. والإنجليزية الأوروبية، يعني احنا نتكلم الإنجليز والهنود والباكستانيين والبنغال والأفغان. صحيح. والسريلانكيين اللي هم هي تعتبر لعبة أولى لهم، بدأت تمارس بالكويت على نطاق ضيق إلى أن كان في عام 1998 وصلت المشاكل إلى أوجها بين جميع الممارسين للعبة. وطبعاً ما أقدر ألومهم لأن كانوا يطلبون بأن تكون هناك مظلة تحتضنهم. حلو. وتنظم نشاط اللعبة في دولة الكويت. نعم. طبعاً من 98 بدينا، وفي عام 99 بدينا نمارس اللعبة بشكل تنظيمي أكثر. حلو. بسنة 2000 صرنا لجنة في لجنة تحت اللجنة الأولمبية الكويتية. جميل. وبال 2001 تم الاعتراف فينا من قبل الاتحاد الآسيوي. حلو. للعبة، وبعد ذلك تم بال 2003 تم الاعتراف فينا من المجلس الدولي للكريكت. جميل. طبعا هذا يثبت لك بأن التطور بدأ يكون بمسار سريع جدا. صح. وهذا يثبت بأن كانت هناك ثقة بأن الكويت بإمكانها أن تحتضن هذه اللعبة بشكل إيجابي وجيد وجميل، وبإمكانها أن تطور اللعبة بمستويات جيدة. حلو.
لا يخفى عليك بأن اللعبة هي غريبة على بقية يعني التنظيمات الرياضية، سواء الهيئة العامة للرياضة أو اللجنة الأولمبية الكويتية، حيث أن اللعبة ليست شعبية. ولكن أثبتنا خلال الفترة السابقة بأن هناك من باستطاعته، سواء أنا أو الإخوان في مجلس الإدارة أو في اللي هو المجلس الفني، بإمكاننا أن نقود اللعبة إلى الطريق السليم والصحيح بالاستعانة بدعم كل من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية. جميل. الآن نحن يعني هذه الفترة السابقة انتقلنا إلى مراحل جدا جيدة. بدأنا بعدد مشاركين كان تقريبا 20 فريق، اليوم وصلنا إلى 136 فريق يمارسون اللعبة ويشاركون في نشاط النادي الكويتي للكريكت، سواء على مستوى المراحل السنية، سواء على مستوى فرق الرجال، الشركات، البنوك والنساء. أنا بوقف ياك أبو عبد الرحمن كابتن حيدر فرمان بهذا الجزء، وما شاء الله التفصيل الممل اللي أنت شرحت من البداية وصول إلى هذه المرحلة، لكن عندي سؤال بعد ما نطلع بهذا التقرير وراتي. لعبة الكراكيت عرفت في إنجلترا وحظت بشعبية كبيرة جدا بين أفراد المجتمع. خرجت هذه اللعبة إلى بعض الدول عن طريق الاستعمارات البريطانية إلى أمريكا الشمالية والهند واستراليا، مما زاد في شعبيتها وانتشارها إلى العالم بأسره. وتعد الكراكيت من أكثر الرياضات شعبية في الهند. رجعنا لكم بعد التقرير مع الكابتن حيدر فرمان رئيس النادي الكويتي للكريكت. أبو عبد الرحمن، في نقطة يمكن في أول اللقاء أنت تفضلت فيها، قلت غير مدرجة أولمبيا، الحين ستدرج في لوس أنجلوس، يعني إحنا نقول في باريس 24 بعدها في لوس أنجلوس. كل هالسنوات للعبة الكريكت شعبية في كثير من الدول، ليش ما وجدت في أي أولمبياد سابقة؟ هي لا كانت موجودة إذا في أولمبياد ألف و يعني في الأولمبياد قديمة جدا 1924 أو شيء من النوع يعني إيه، كان بعدين تم يعني قبل الحرب العالمية الأولى لكن الآن أثبتت لعبة الكريكت بأنها لعبة جاذبة جدا. جميل. ولعبة كبيرة جدا، يعني لا يخفى على الجميع بأن اليوم نشاط الكريكت على المستوى الدولي. جميل. يستقطب النقل التلفزيوني بشكل ضخم جدا جدا جدا. حلو. المباريات والأنشطة والبطولات الدولية. نعم. معروفة على مستوى العالم بالكامل. ممتاز. اليوم في قنوات خاصة تنقل فقط لعبة الكريكت. حلو. ولها سوق كبير جدا، لها مشاهدين يعني ضخم جدا. هذا اللي دفع يعني اللجنة الدولية وأيضا اللجنة المنظمة في لوس أنجلوس ب يعني استقطاب اللعبة وإدراجها في البرنامج الأولمبي. كابتن حيدر، أنا عندي أسئلة أيضا يمكن أخرى، لكن كل هذا وأكثر راح يكون إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله. خليك جاهز، أول شيء أعطيتك المقدمة طويلة تأخذ، بعدين راح أسوي احتمال تحقيق. سلمك عافيك. يسلمك إن شاء الله. وعبد الرحمن، أكيد إحنا وياكم كنا في أولى الحلقات مع الكابتن حيدر فرمان رئيس نادي الكويتي للعبة الكريكت هنا في الكويت. انتظرونا في الحلقة القادمة وأجوبة أكثر لأسئلتنا الكثيرة. فما الله.